ثم ضرب الله لنا مثلا لما ينفقه الكافرون من أموال للصد عن سبيل الله، وما يستعينون به من أموال على إطفاء نور الله، وما ينفقونه من أموال في أوجه الخير من باب التفاخر والرياء، فهل ذاك نافعهم؟ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل ما ينفق الكافرون في هذه الحياة الدنيا وما يؤملونه من ثواب كمثل ريح فيها صر، وتلك الريح فيها برد شديد ولها صرير وهو الصوت الشديد، وهذه الريح من شدتها تحرق الزروع والثمار، فهبت تلك الريح على زرع قوم كانوا يرجون خيره فلم تبق الريح منه شيئا، وأولئك القوم لا يجدون في الآخرة ثوابا، وما ظلمهم الله بذلك ولكنهم أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية. نسأل الله العافية والسلامة، جزاكم الله خيرا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن